فيقتوه لمجد؟ ما بده يجي يفطر؟ قال ما بده ياكل. مرحبا إيلين. أهلا أنسة. مجد إجا اليوم على المدرسة لأنه ما شفته. ما أجا بالبيت. ليش؟ يعني كأنه مو منيح، كأنه مرضان. ما قالكن شي يعني؟ لا ما قال أبدا. أبدا. طيب بسيطة. مجد؟ مجد؟ حبيبي جبت لك شي لتاكله، يلا قوم كلك لقمة. مو جاي على بالي. ابني ما رح تروح على المدرسة؟ ما رح روح، أنا مرضان. شو عم يجعك؟ مو واجعني شي. كيف مو واجعك شي بس مرضان؟ ليك تركت لك الصينية هون، إذا جعت بعد شوي كول ماشي؟ لأنه أنا وستك رايحين على المستشفى لعند أبوك، رح آخذ عثمان معنا. ليش خير شو بابا؟ أبوك إجته جلطة على قلبه ابني. وهو هلأ بالمستشفى.